السلام عليكم ورحمة الله. محرك السيارة بعد فترة طويلة من الاستخدام بيبدأ يتراكم جوه منه كربون، وتحديدا فوق وش البستم وخلف الصبابات بتاعة الهواء العادم. تراكم الكربون ده بالفعل بيقلل من كفاءة عمل محرك السيارة. علشان تنضفه قدامك 3 طرق، اما انك تستخدم مواد مذيبة بتضاف مع البنزين، واما انك تركب اجهزة بتركب مكان شماعات الاحتراق، واما انك تركب اجهزة بتركب مع مدخل الهواء في المانيفولد. لكن لو انا جيت قلت لك اركن كل الاجهزه دي على جنب، كل اللي انت محتاجه علشان تنضف المحرك بتاعك من الداخل مجرد ازازه ميه بخاخ، واثناء ما المحرك بتاعك شغال وسخن ابدا بخ ميه داخل المحرك، وده كفيل بان هو ينضف لك المحرك ويرجعه لك زي الفل. لو انا جيت قلت لك الكلام ده اكيد هتقول عليا مجنون، صح؟ اصبر بس وهفهمك كل حاجه بالتفصيل. باختصار وبسرعة وقبل ما نتنقل للجزء العملي، البداية كانت في أثناء بحثي على الإنترنت عن أفضل طريقة أو أكثرها فعالية لتنظيف محرك السيارة من الداخل من آثار الكربون. لقيت أكتر من فيديو لأجانب مش عرب أو مصريين. الفيديوهات دي ملخصة بتقول لك إن أنت استنى لحد موتور السيارة يكون سخن جدا، وبعد كده ابدأ نقط قطرات مية مع مدخل الهواء اللي داخل المحرك. البعض التاني قال لك لا، القطرات دي مش كفاية، هات بخاخ مية وابدأ بخ بخاخ مية متقطعة مع المانيفولد اللي مدخل هواء للمحرك. البعض التالت تمادى في الموضوع وجاب خرطوم ميه، وفتح خرطوم الميه داخل مانيفولد السياره اللي هو مدخل هواء للسياره، وقالوا لك ان الطريقه دي بتنظف المحرك من الداخل من اثار الكربون. طبعا الموضوع ما دخلش دماغي خالص، لكن بدافع الفضول قلت لنفسي جرب يا درش، ايه اللي هيجرى يعني بجمله التجارب اللي انت عملتها؟ وجهزت اليه من شانها ان هي تخليني اقدر اعرف هل بالفعل الموتور هينضف من الكربون لما استخدم ميه ولا لا. عايزك بس تخمن وانا بعمل التجربه ايه اللي حصل. خلينا نتنقل للجزء العملي. وبعد كده فكيت العلبه بتاعه فلتر الهواء وطلعتها من مكانها بره، وبعد كده فكيت اول بوجيه على الشمال وبصيت على البوجيه، ودي حاله البوجيه قبل ما نبدا التجربه. وبعد كده جبت اندوسكوب او كاميرا سلك، ودي بتتوصل على الموبايل وبنستخدمها في الاماكن الضيقه والضلمه علشان نقدر نشوف اللي موجود جوه، ودخلتها داخل الغرفه بتاعه الحريق اللي انا فكيت منها البوجيه. ده شكل البستم من الداخل، اللي على اليمين ده الحرف بتاعه، واللي في الوسط ده الجزء الدائري اللي بيكون جوه البستم او الاطار الجواني بتاع البستم. اللي بره ده الحرف بتاع البستم. ده كده حالته قبل ما نبدا التجربه. يا ترى ايه اللي هيتم بعد التجربه؟ هنجرب مع بعض ونشوف. بعد كده هشغل الموتور وهو سخن، هاخد ازازه الميه اللي انت شايفها دي وابدا ابخ داخل المانيفولد بتاع الهواء بخات ميه متقطعه بالمنظر اللي انت شايفه ده، ونشوف ايه اللي هيحصل ساعتها. ليه انا اخترت ان انا اختبر البوجيه بتاع الغرفه الاولى تحديدا؟ لان ببساطه انت لو جيت بصيت، انا لما هبدا ارش ميه البوابه اللي في الداخل دي، خلينا بس نعمل فوكس، البوابه دي مش هتكون مفتوحه على الاخر، هتكون مفتوحه حاجات بسيطه علشان يبقى الار بي ام على 2000، فالميه كلها يعتبر هتتجمع وهتكون الضغط كله على الخط الاولاني من المانيفولد اللي هو ده، اللي هو داخل غرفه الحريق دي اللي هو فيها البوجيه ده. علشان كده انا اخترت اول غرفه لان هي هتكون اكتر غرفه هتتاثر بالميه. وبعد كده هحط المفك ده عند البوابه عشان يخلي الار بي ام ثابت على 2000 لفه في الدقيقه. هنا انا سرعت الفيديو علشان ما يكونش وقته طويل بدون داعي. اللي كان بيحصل كالتالي: ابخ بختين الاقي صوت الموتور يرتجف ويهتز، استنى 5 أو 7 ثواني يرجع الموتور صوته طبيعي تاني، ارجع ابخ بختين صوت الموتور يرتجف، وهكذا فضلت ماشي معاه حوالي 2 دقيقة كاملين. بعد كده رحت جاي مزود السرعه بتاعه الموتور عشان ازود كميه ضخ الميه اللي بيخش الموتور، واوصل التجربه للحدود القصوى واشوف ايه اللي هيحصل. بعد كده فكيت نفس البوجيه وطلعته وبصيت عليه، مفيش عليه اي تغيير ولا بالسلب ولا بالايجاب. بعد كده جبت الاندوسكوب او الكاميرا السلك ودخلتها على نفس الغرفه، لان انا عارف ان دي هتكون اكتر واحده عليها الضغط في التجربه، ونبص على الكربون الاسود اللي بيكون لازق كده. هرجع بالكاميرا سنه شويه اهو عشان تشوف الصوره كويس. ده كده الحرف بتاع البستم، الحرف اللي بره، اللي ناحيه جوه الاسود ده دي المنطقه السوداء اللي هي في منطقه القطر الداخلي بتاع البستم. مازال الكربون الاسود لازق عليها، مفيش تغيير يذكر. طبعا طلع كلام فاضي في النهايه، وبالدليل العملي وبالتجربه ولا بينظف ولا غيره، ومحدش فيكم يفكر يعمل الموضوع ده لانه غير علمي بالمره. بس ده مش كل حاجه،
في الفترة اللي جاية بإذن الله لسه هشتغل على مواضيع تانية وأمور تانية محل خلاف وجدال بين الناس في مجال السيارات. فلو أنت سمعت أو تسمع عن موضوع ما أو أمر ما في مجال السيارات وعايز تتأكد من صحته، اكتبه لي تحت الفيديو ده في التعليقات. وتدريجيا في الفترة اللي جاية بإذن الله هبدأ أشتغل على كل الأمور محل خلاف وجدال بين الناس في مجال السيارات. ولو مهتم انك تتابع كل الفيديوهات اللي انا هرفعها، بعد ما تضغط على زر الاشتراك في القناة فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس علشان يجيلك اشعار بمجرد ما انزل فيديو. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.